واحدة مدينة لبا ايه حفد عنا لي او يكونوا ليهين داد دانيار اه او قاركود اي كسو اللابتين حريها قحوة تيجير داب اي دلك كينيا اي عوشاك موجيي بيالان كجرتا حفد او كتالو لول تاقاها او كسر ريسا مقالة دا دمار او بادان هو يوين اي بيها دبركا او كسو قاد جرين لاميقاها او مسافة او جرا حفد ما دام اي حفد او كتالو لول تاقاها مالهان عالبيوت سيدو كلا شركدها بيها اي كشاقيا مقالة دا كسمايو حفدان ما كينين بيو بيالعان تكجر تحافظ اياه دي باتضو قواعدة جيسو وجهدي دادك حافظة هنكو نول قار كمي داها بلشادة حافظة هنكو داقان او كاها اللي عقبادها كجر حافظة مدينة لابو ايه مامو الكدق مدى كسمايو اي وزارة دي بيها جوبة لان كو عصدي ان لغا عاوية سيدي حافظة ايوه اللي هاي دي بيه كفلان اي ايما راني داها اي ايما عبدي وحاق دقرا هاي واحد من انتو عندقنا بيلا أنا أرفعني كود بيما سوسار وعيني كره تلم حشنا بيلا أنا أرفعنا هاي ما شاء الله أرفعنا هاي تي حن جدنا لا بجر كان لا بدي جر كان حن جدنا إني برنجي الصباح دي وكله أنا فعل لقينا إني فعل كي هاد واب وعيني هب من برا دام بحنا واب نقول هاي بي يدنا ماشي تجني عن لقينا برنجي جر كان تسير لا وده أنت الصف كي ماشي ساي تجاي ساد هو ده مركي دم واب نقول أنا أذكر سواد ريت. وأركي ساني دي نهاية إن معناها جرتو باهي أو أنات أو دباتا إن جرتو أركتان. هذا الأركي سين لو عليا أو هذا بير هذا بير ونسو واي أو عاق إبر وضطو. مركة إن شاء الله تعالى حافظة باهي هذا واحد سوكو بكرمهن. بدوميها واحدة مدينة لبا أي حافظة على لي عيسى أحمد محمد يا نوغور بحيي حالة بيالا أنات إكتاغن حافظة. الحمد لله إلهي بام هذا إسكاله. halkaan bulsho kala duwan aan degan dadkii ka soo laabtay qaxootiyada iyo dad hore u deganaayo dadkii magaalada ahaa dhulkan dhul iska adag waaye oo deegaankiisu cusub yahay xogoho ceelal aan ka jirto biyaha la isticmaalayna waxay ahaayeen biyo kareeto ee keento iyo biyo caafi ee baranjiyaal soo dhaweysay waa la soo saari waayay guryaha tuubooyinka kale oo caafi awood u yeelan weysay ina buuraan soo saarto meelihii baranjaalka ay kasoo dhabaysiyo biyaha laga soo dhaansanaa in biyahan baryahan biyo la'aan ka dhacday dad ganacsata ah iyo dad gaadiid leeyah ayaa baryahan inta iskaashtay nala tashtay dadkan biyo soo gaarsiinayay biyihii dadkii ma ku filno waxaan jecelnahay dowladda inay ka warhesho dadkan horey ma taqaanaa wasaaraddii macdinta ee biyo noo soo gaarsiisay sanadkii hore oo 18-kii markii sidaan oo kale loo kululaaday haddana insha allah waxaan jecelnahay wasaaradda inay indha gaar ahaaneed u yeelato xaafadan keen xasan fakad jubaland tv kismaayo